من خلال المؤتمر اللي تابعناه من خلال الشاشه حصلت الاستثناءات. هل القرار منذ يعني المره الاولى لم يكن موفق ام لم تحسب يعني ما سيدور نسبه للامتحانات؟ خلينا اقول انا شخصيا بعتقد انه اللجنه العليا للطوارئ الصحيه في مآخذ عليها منذ بدايه عملها العام الماضي. كلنا نذكر ان مطار الخرطوم تم فتح استثناء للقادمين من الامارات العربيه المتحده في اوقات كان فيها اصابات كثيره جدا مما عرض البلاد لنغل العدوى. الان نفس الامر لم يتم منع القادمين من الهند رغم الاعلانات المكثفه بان هناك سلاله جديده، رغم العلم التام بان النظام الصحي لا يستحمل. خلوا المطار مفتوح. المواطنين القادمين نفسهم لم يمتثلوا للإجراءات الصحية أو طلب العزل أو غيره، بعضهم هرب من المطار بسبب المشكلة دي. عودة للقرار بتاع وقف التعليم المدارس بالأمس والجامعات، فيما يبدو أن وزارة التربية والتعليم فيما يبدو لم نتأكد حتى الآن لم تكن جزء من اجتماع أمس الذي صدر فيه القرار، والدليل أن وزيرة التربية والتعليم المكلفة الآن تحدثت عن أنهم ناقشوا رئيس اللجنة ووجدوا استثناء للتلاميذ للعودة إلى الامتحانات. وزيرة التربية والتعليم ذكرت يعني مدة إلى الأول من يونيو مدة كافية لإكمال الامتحانات أو مدة قصوى. هل ستتم الامتحانات وستسير بصورة صحيحة إضافة لأنه ضرورة الإجراءات الاحترازية لجلوس الطلاب؟ الفترة عبارة عن 10 أيام فيها أيام جمعة. الجداول بتاعت الامتحانات حيحصل لها تغيير. نفس وزارة التربية والتعليم طلبت من مدراء المدارس أنه يراعوا التباعد الاجتماعي للتلاميذ وارتداء الكمامة كشرط لحضور الامتحان، ودي مسألة مهمة جدا جدا. أهم ما قالته إنه وزارة الصحة أعلنت إنها ستقوم بتطعيم المعلمين، ودي مسألة مهمة جدا جدا حتى لا يحدث ما حدث للأطباء من إصابات. ووزير الصحة يتحدث عن 200 طبيب فقدوهم في الفترة الماضية بسبب كورونا. طيب لو قارنا يعني الوضع الوبائي مقارنة مع وضع التطعيم بالبلاد، في إشكالية واضحة تحدثت عنها وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي إنه اللقاح في الجرعة الأولى لم يصل لكامل المستحقين بسبب عدم اهتمام المعنيين اللي هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالحضور للمراكز المعنية. حتى الكادر الصحي اللي هو خط الدفاع الأول المفترض يكون عنده اللقاح ما كان عندهم الاهتمام الكافي حسب ما ورد في المؤتمر الصحفي لأخذ الجرعة الأولى. في تغيير في الخطة حسب كلام وزير الصحة أن طريقة التطعيم في المرحلة الثانية ستكون مختلفة، سيتم الوصول إلى الجميع في مناطقهم. أمر المعقمات وأيضا ارتداء الكمامات بالنسبة لطلاب المدارس، يعني مقارنة بالوضع الاقتصادي المعقمات أسعارها أصبحت مرتفعة، كيف سيتم التعامل؟ ما هو برضو البديل شنو؟ البديل الإصابة بكورونا وإنه الطفل ينقل لجده أو جدته في البيت أو والده ووالدته المرض والفيروس اللعين وما يلقوا مستشفى، لكن ممكن نستعيد عن المعقم بالصابون وبالغسل لمدة 20 ثانية حسب ما قالوا. الكمامات يتحدث أيضا ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إنه يمكن استبدالها بأي قطعة قماش أو بعمامة أو بغيرها. خلينا نقول نحن في وضع استثنائي بيتوجب علينا إن نكون كلنا حذرين إنه نخلي أطفالنا محميين من هذا الفيروس اللعين. وبالنسبة لإجراءات المطار يعني من خلال الأيام القادمة، المطار من الواضح أنه بالنسبة للقادمين من الهند أو من أي دولة أخرى وكان في الهند لمدة 14 يوم سابقا لن يسمح لهم بالدخول. طائرات لن تمنح الإذن بالهبوط في مطار الخرطوم. حسب وزير الصحة أن اللجنة العليا للطوارئ ستقوم بتقديم معالجات للمواطنين الموجودين في الهند والمحجوزين
تحدث عن إعاشة، تحدث وأرجو أن يلتزموا، تحدث عن إعاشة وعن فرغ التذاكر وغيرها. بالنسبة للقادمين من مصر أو أثيوبيا، اشترطت السلطات الصحية أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 14 يوم على نفقاتهم الخاصة. الحملة القومية هل كانت كافية لرفع الوعي بأهمية التضعيم، خصوصا يعني بعد هذا المؤتمر؟ بفتكر الإحصائيات اللي قدمتها وزارة الصحة كانت مخيفة حقيقة. الأعداد كونه يتكلم عن 100,000 حالة، ونحن بنتكلم عن معدل حالات كان 70، وفي أسوأ حالاتنا كانت 340 في اليوم. لكن لما نصل 100,000 حالة في يونيو، مؤكد أنه الوضع بيسترعي الانتباه، بيتطلب من الجميع أنه يكون هو خط الدفاع الأول وليس الأطباء. طيب، أيضا فيما يخص مطار الخرطوم، لا اتجاه لإغلاقه الآن إلا إذا استدعى الأمر، تعليقك؟ نعم، هي اللجنة العليا للطوارئ الصحية في حالة انعقاد دائم، وزارة الصحة في حالة اجتماعات دائمة لتقييم الوضع الصحي والإحصائيات. أنا بفتكر برضو واحدة من الإشارات المهمة اللي وردت يا مصطفى في المؤتمر الصحفي، إلزام جميع المختبرات بإعطاء المعلومات عن المصابين وغير المصابين لوزارة الصحة يوميا، ده معمول به، وبالتالي كان عدد الإحصائيات اللي بتصدر قليلة. المطار في الوقت الحالي سيكون ممنوع بالنسبة للقادمين من الهند. مصر وأثيوبيا مسموح لهم، ولكن وفق إجراءات عزل 14 يوم بقية الدول مسموح لها. في حال أنه في أي دولة أخرى ظهرت فيها سلالة الهندية أو سلالة جديدة أو غيرها، السودان سيتجه لمنع هذه الدولة. لا أعتقد أن هناك اتجاه حتى لاحقا لإغلاق المطار، نسبة لأنه حركة الاقتصاد العامة. صحيح. سابقا كنا نتحدث عن ضرورة الاهتمام بارتداء الكمامة وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا. الآن أمر الكمامة فرض، كيف سيتعامل المواطن؟ فرض لأنه أصبح الواقع مخيف، بالتالي الحديث بيدور حول مش عشان أنت تحمي نفسك من الإصابة بالفيروس، ولكن حتى تحمي الآخرين. ودي إشارة مهمة جدا، أنه الشخص ممكن يتحول لقنبلة موقوتة ويصبح هو ناغل للفيروس في التجمعات أو وسط أهله في البيت أو في غيره أو في كده، في حال عدم ارتدائه للكمامة، ويكون هو حامل للفيروس. بالتالي المطلوب مننا جميعا أنه نحرص على الكمامة، على غطاء الوجه، لأنه بنقابل في واقع مخيف، ونزل ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء. الفترة الأخيرة اللهم أمين، إن شاء الله ربنا يخفف الوباء والغلاء. الفيروس الهندي أو السلالة الهندية ربما أو هي بلا شك الأقوى، كيف تراها من خلال المؤتمر ومن خلال متابعتك وأيضا وعي المواطن السوداني بهذه السلالة؟ كلنا شاهدنا في الفضائيات المختلفة وفي مواقع التواصل الاجتماعي ما أصاب الهند، وجاء نتيجة لاحتفال ديني لوحدة من الطوائف الدينية، احتفال بيقام كله 12 سنة. في هذا الاحتفال حضر الملايين من خارج الهند حتى لحضور هذا الاحتفال. في خلال 48 ساعة ارتفعت معدلات الإصابة بصورة رهيبة، انهار النظام الصحي، أصبح المرضى موجودين في الشوارع، الأكسجين بيدوا لهم في الأرض، حتى المحارق التي يحرقون بها موتاهم أصاب الخلل لأنه الأعداد كبيرة، حتى المدافن عانوا من أنه يجدوا مدافن. السرعة بتاعة انتقال السلالة الهندية هي المخيفة، وكان في حديث في المؤتمر الصحفي عن أنه المختبرات الموجودة عندنا كيف تستطيع أن تتطور وتكتشف هذه السلالة لا قدر الله لو دخلت. الأمر اللي كان مخيف أنه السماح للقادمين من الهند خلال الفترة الماضية بالدخول وفق الاشتراطات الصحية، لكن لم يلتزموا، بالتالي هناك خشية من أن يكون بعضهم مصاب ونقل المرض لعدد من الموجودين هنا.
نتناول مؤتمر باريس واللقاء الذي جمع حمدوك مع رجال أعمال فرنسيين وأيضا عالميين وعدد من الشركات 15 شركة من كبريات الشركات الفرنسية والعالمية. كيف تقييمك لنتائج مؤتمر باريس أو ما خرج به المؤتمر إلى هذا التوقيت؟ يعني أنا بفتكر المؤتمر ده بوابة عودة السودان للأسرة الدولية. ظهر السودان بمظهر مختلف، أصبح السودان مكان احتفاء المجتمع الدولي، وكلنا شهدنا هذا الأمر، شهدنا أيقونات ثورتنا وشباب وشابات وهم يعتلون المنصات، شهدنا الرئيس الفرنسي وهو يستشهد بأشعار محمد المكي إبراهيم ومحجوب شريف والفيتوري وبكلام وردي، برضو شهدنا إعفاءات متوقعة للديون في يونيو القادم قد تصل إلى 30 مليار دولار من مجموع مديونية تفوق 60 مليار دولار، وده إنجاز كبير. الاستثمارات الجديدة، وجلوس السيد رئيس الوزراء أمس مع عدد من الشركات الفرنسية والأوروبية والأمريكية، أتى في إطار التسويق للسودان الجديد للفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا بعد إجازة قانون تشجيع الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص والنظام المزدوج المصرفي. ما هو المطلوب من الحكومة للاستفادة القصوى من مخرجات مؤتمر باريس؟ مطلوب ترتيبات البيت السوداني، الداخل السوداني، عديد من الترتيبات المطلوبة في الفترة الحالية، إنه واحد الأمن يكون متوفر في جميع المناطق، ما في مستثمر بيجي في منطقة فيها إشكاليات. مطلوب قانون الاستثمار اللي نص على أنه تكون هناك نافذة واحدة يتحقق بعجل ما يكون، ما في مستثمر يجي عشان يلف من وزارة لوزارة ومن مكتب لمكتب، النافذة الواحدة تتوفر. مطلوب من المصارف السودانية أنها تستعيد لمنافسة المصارف الأجنبية الحتجي. مطلوب مننا كلنا كسودانيين إنه نستشعر المسؤولية الوطنية في سودان جديد، في سودان يفتح أبوابه لاستثمارات أجنبية لشركات عابرة للقارات وللدول. دي مسألة مهمة جدا جدا. مسألة الأراضي أيضا دي واحدة كانت من الإشكاليات دائما في قانون الاستثمار وتم معالجتها في القانون الجديد. أيضا نقطة مهمة أشرت لها، ضرورة توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة للقوانين المحفزة والمشجعة. من خلال متابعتك، يعني هل كانت البيئة جاذبة والقوانين مقنعة لجذب المستثمرين الفرنسيين والعالميين؟ ده الجهد المطلوب من الحكومة السودانية إنه تعمل في الفترة الجاية دي، زي ما عملت بروفا للمؤتمر نفسه. يعني مجلس الوزراء عمل بروفا عشان يشوفوا كيف حيشتغلوا، يتعمل بروفا لأنه لو جاء مستثمر نازل من مطار الخرطوم أو هو موجود في فرنسا أو في برلين وفتح اللابتوب بتاعه عشان يخش الموقع بتاع وزارة الاستثمار ويقدم له مشروع أو دخل البنك المعني أو دخل، تبقى المسألة دي متاحة وسهلة، ولازم يعملوا لها تدريبات ولازم تبقى مراقبة من قبل الهيئة العامة وزارة الاستثمار، من قبل مجلس الوزراء، إنه ما يكون في مستثمر يشتكي. هل تتوقع يعني في الفترة المقبلة القادمة تنفيذ مشاريع استثمارية بصورة عاجلة وسريعة أم أن الأمر سيأخذ بعض الوقت؟ لا، يعني في اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعت أمس وأول أمس في فرنسا. وزارة الاتصالات أعلنت عن أنها توفرت لها منحة 700 مليون دولار ودي مهمة جدا. في قرض برضو بمبلغ كبير للصحة والطاقة. في شركات أمريكية في مجال الطاقة وشركات ألمانية اتحدثت مع الوزارات المعنية عن رفع الطاقة بتاعة الإنتاج الكهرباء، ودي واحدة من مشاكلنا الكبيرة. يعني الآن ممكن يكون في مشاهدين ما قاعد يشوفون أشرة كهرباء قاطعة. يعني لك أن تتخيل يا مصطفى أنه 40% فقط من السودانيين يتمتعون بالكهرباء وهم ما بيتمتعوا بها لأنها بتقطع وبتجي. 60% لا يعلمون ما هي الكهرباء، أو لو يعلموها ما بيجدوها.
فرفع الطاقة ل 80% خلال فترة محددة، ده واحدة من الاتفاقات اللي كانت مهمة جدا جدا. شكرا كتر خيرك لوجودك معنا الأستاذ طاهر المحتصم، نائب رئيس تحرير صحيفة السوداني الدولية، على هذا التحليل الكافي. شكرا. يعني سعدت برفقتك ورفقة المشاهدين الكرام. الله يخليك. شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام على كرم المتابعة، تحياتي الصادقة إليكم جميعا. انتهت هذه الجولة من بعد الطبع، إلى اللقاء.